احنا بنروح بقى للمغرب ونطمن على اخر الاخبار والمستجدات من خلال زميلنا العزيز كريم احمد اللي هيعرفنا مشكورا على كافه كواليس بعثه النادي الاهلي في مونديال كاس العالم للانديه. كريم صباح الفل عليك واهلا بيك معانا. وانا عن نفسي مش هسالك انت، يعني قول لنا بقى اللي انت عارفه من التفاصيل. انت طبعا حاضر مع كل اللعيبه ومع الجهاز الفني وموجود معاهم لحظه بلحظه، اتفضل. صباح الخير عليك زميلي العزيز كريم، وكل التحيه للزميل العزيز نواندو وكابتننا ايضا كمان كابتن اسلام عادل. يعني الامور الحمد لله ماشيه بشكل طيب جدا الحقيقه هنا في المغرب، مسانده جماهيريه كالعاده، تحركاتنا الحقيقه يعني كلها ود ومجهود كبير بيبذل من الجانب الامني، ترتيبات على اعلى مستوى. فان شاء الله باذن الله يعني كل المجهودات الحقيقه بالنسبه للتنظيم والجانب الاداري والجانب الفني على الجانب الاخر الحقيقه المستر كولر ولاعيب النادي الاهلي تكون بجديه كبيره جدا، لان انتم عارفين طبعا مواجهه مهمه جدا قيمه كبيره جدا الحقيقه ريال مدريد. لكن الحقيقه يمكن الشيء اللي بيسعد اي جمهور من النادي الاهلي ان انت لما بتلاقي الصحافه الاسبانيه بتتحدث عن النادي الاهلي بقيمته الكبيره، انشيلوتي كمان يمكن يتكلم على النادي الاهلي، هو كان ليه تصريح امس الحقيقه قال لا بديل عن الفوز، يمكن هم اتهزموا طبعا في المباراه الماضيه، عندهم رغبه وعندهم يعني امور عديده جدا، لكن ان شاء الله يعني كره القدم ما فيهاش مستحيل، كره القدم بتدي المجتهد وده امر مهم جدا. واتكلمنا عن الاحترام والخوف واتكلمنا على الامر ده، لكن الحقيقه الامر المهم جدا اللي بنتمناه من الجهاز الفني تحديدا من مستر كولر كابتن سعد عبد الحفيظ كل المجموعه ان انت ترفع الضغوطات على لعيبه النادي الاهلي بشكل كبير جدا. لابد ان اللعيبه تنزل تستمتع في هذه المباراه، توفيق ربنا 90 دقيقه ما تعرفش ممكن يكون يعني هوند الامور فيها ايه، ما تعرفش يا كريم ممكن سيناريو المباراه ممكن يكون يومنا ممكن نكون موفقين، امور عديده جدا بتترك ربنا سبحانه وتعالى، لكن لابد نجتهد بشكل كبير، لابد يكون في تحضير على الجانب الفني. يمكن ياسين المكاري الحقيقه محلل الاداء بيقوم بدور كبير جدا مع مستر كولر اللي بيحضر على طول كل المباريات، نهايه الحقيقه بمباراه امس ريال مدريد طبعا ريال مايوركا اللي اتهزم فيها ريال مدريد، بنحاول بشكل كبير جدا نشوف كل الامور الخاصه بيه. الفنيات مش هتقدر تواجه ومش هتقدر تفتح الخطوط مع ريال مدريد، لكن تقدر بجديه كبيره جدا ان انت تقف تتكتل دفاعيا بشكل كبير، توزع سيناريو المباراه. فان شاء الله النهارده هتكون الانطلاقه بتدريب فريق النادي الاهلي الاول هنا في الرباط الثانيه 10 ظهرا هنا بتوقيت المغرب. يعني اقدر اقول لك النهارده يا هوندا كريم تدريب فريق النادي الاهلي هيكون على الملعب الفرعي لمركب مولاي عبد الله اللي هيستقبل مباراه النادي الاهلي وريال مدريد. يعني يا رب ان شاء الله باذن الله يستمر النادي الاهلي في تركيزه، لعيبتنا تحافظ على بعضها بشكل كبير جدا. عايز اتكلم كمان على حاله الطقس، يعني احنا من تطوان الى طنجة الى الرباط رحله شاقه جدا جدا الحقيقه، واحده من اصعب السفريات على فريق النادي الاهلي تحديدا فيها التنقلات، لكن الجو كان صعب جدا في تطوان، كان اهدى شويه الحقيقه في طنجة، لكن يعني في هذه في الرباط الحقيقه الجو مميز جدا. يمكن درجه الحراره بالليل بتكون يعني توصل ل 3 و4، لكن في توقيت المباراه بنحاول نتابع ونشوف درجه الحراره هتكون مقبوله بشكل كبير، مفيش رياح مفيش امطار، فيا رب كل الظروف وكل المناخ يكون مع فريق النادي الاهلي ومفيش مستحيل على النادي الاهلي بمشيئه الله. عليك مره كمان، وعندي نقطه مهمه محتاجه ان احنا نطمن عليها منك، لان دي تم تداولها بشكل شويه يعني على السوشيال ميديا، البعض بيتحدث طبعا احنا كلنا ثقه في النادي الاهلي والنادي الاهلي افضل يعني يمكن في افضل حالاته هذا الموسم وهذه البطوله، فالحمد لله كل الامور لصالح النادي الاهلي، ولكن البعض بيتحدث في نقطه ان ده ريال مدريد واحنا نتمنى ان النادي الاهلي اللعيبه تنزل عندها ثقه وما يبقاش فيه رهبه، لان بعض الانديه لما بتنزل بتواجه حتى منافس الى حد ما ممكن بلغه الارقام افضل بيبقى الرهبه دي لو تم تصديرها للمنافس بتؤثر بشكل سلبي كبير جدا على سير المباراه وبالتالي على النتيجه. محتاجه تطمني على النقطه دي من عندك برضو يا كريم. نقطة مهمة جدا الحقيقة زميلتي نهواندي، يعني أنا أتذكر الأهلي في مواجهة بايرن ميونخ يعني كان في احترام زائد وخوف في نفس الوقت، عشان كده كانت النتيجة مش في صالح النادي الأهلي، لكن على ما أعتقد الخبرات الكبيرة الحقيقة في صفوف فريق النادي الأهلي اللي بتحاول بشكل كبير جدا تحترم وليس ما تخافش، يعني احترم المنافس بشكل كبير جدا، ضغوطات مهمة إن هي تترفع بشكل كبير، لكن عايز أقول لك أكيد قيمة ريال مدريد قيمة كبيرة جدا، أكيد كل لعيب عارف قد إيه الفريق منظم بشكل كبير، واحد من أهم فرق العالم الحقيقة، لكن عايز أقول لك الشخصية الكبيره اللي فيها والروح الكبيره وكمان الاحاديث اللي بنشوفها والاخبار اللي بتجينا طبعا الحقيقه من المواقع الاسبانيه في احترام كبير جدا جدا للنادي الاهلي وقيمته الكبيره. يمكن ريال مدريد بيمر ببعض الظروف، لكن زي ما قلت لك يعني 90 دقيقه كلها فيها كل شيء، ممكن يكون يومنا بشكل كبير، ممكن ان احنا نقدر نعمل جيم على اعلى مستوى، ربنا يوفق الشناوي في حراسه المرمى هيكون عليه حمل كبير جدا جدا، احنا عارفين طبعا ريال مدريد بيمتلك عناصر اكثر من رائعه، يعني كورتهم هجوميه هيوصلوا اكثر من مره، فعشان كده بنقول لو يومنا ولو الظروف
متاحه معانا، ولو اللعيبه مركزه بشكل كبير، ولو كل قدر ان هو يجمع بعضه ويتكلم ويحفز عشان جماهير النادي الاهلي بالملايين وجماهير المغاربه الحقيقه اللي خلاص يعني عقب خروج الوداد جماهير المغرب الحقيقه تكون مسانده بشكل قوي جدا 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 في مباراه ريال مدريد. هنشوف استاد مولاي عبد الله يعني فول كباستي زي ما بنقول. فيا رب ان شاء الله باذن الله كل الاجواء اللي احنا عايشين فيها، التحضيرات اللي منتظرينها من مستر كولر حتى موعد المباراه تكون في صالحنا، ويا رب ان شاء الله باذن الله توفيق ربنا يكون مع لاعبي النادي الاهلي بمشيئه الله ان شاء الله. نشكرك يا كريم على هذه التغطيه الممتازه كالعاده، وبنتمنى لك كل التوفيق، وطبعا اكيد كل تمنياتنا بكل التوفيق للاعيبه النادي الاهلي وفي اللقاء القادم ان شاء الله.